تحية من القلب لكل مشاهدي دقة قلب. وموضوع جديد هنتكلم فيه، مشكلة ممكن تكون موجودة عند أسر كتير جدا، وتكون هذه المشكلة عاملة لهم يعني تأثير نفسي سيء جدا ليهم ولولادهم، لأنها مشكلة الحقيقة كتير جدا من البيوت بتخجل منها، مشكلة التبول اللا إرادي عند الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال اللي ما عندهمش أي نوع من أنواع المشاكل. هتكلم فيها النهاردة بالتفصيل، هنعرف اسباب اللي بتخلي الطفل يعني ممكن يوصل لسن 12 و13 سنه ويواجه هذه المشكله والازمه، ازاي نقدر ان احنا نتفاداها ونتجنبها مع اطفالنا واولادنا سواء ذوي الاحتياجات او الاطفال اللي ما عندهاش اي مشاكل. كل المعلومات دي هنعرفها مع ضيفتنا اللي منورانا النهارده، استاذه دينا صلاح زكي خفاجي، اخصائي تعديل السلوك ومدربه بوزاره التربيه والتعليم بكندا وخريجه جامعه المونترويال بكندا. برحب بيك استاذه دينا. اهلا يا مروه. والموضوع لانه مهم جدا ولان جالنا عليه اسئله كتير من الاسر، زي ما اتكلمت ان الاسره بتبقى خجلانه، يعني يمكن الطفل لغايه سن سنتين وثلاثه واربعه بيبقى شويه الموضوع يعني في تقبل من الأسرة ومن الطفل ومن المحيطين، لكن كل ما السن كبر كل ما الناس بتبقى يعني مشكلة مضايقاهم جدا، وفي نفس الوقت عايزين يعالجوها وبيداروا عليها، فالمعادلة دي كده ما ينفعش، ما تركبش مع بعض. فحضرتك قولي لي بس في البداية، ايه السبب اللي بيخلي طفل يعني كبير بيتعرض للمشكلة دي؟ نبدأ بذوي الاحتياجات الخاصة. أوكي. إن الطفل مثلا كبير أو صغير في جميع المراحل العمرية. طبعا الأمراض لذوي الاحتياجات الخاصة بتكون أمراض عقلية. تمام. ذهنية. فهو في جزء مش قادر يسيطر عليه لازم. وفي حالات ذهنية بيبقى السيطرة على التبول اللا إرادي صعبة، مش قادر يسيطر. وفي جزء بيسيطر. تمام. نقدر ندربه. الجزء اللي هو مش قادر يسيطر خالص بتبقى مراحل متقدمة من المرض أو من ذوي الاحتياج. بنحط له استراتيجيات. تمام. إن أنا كأم أو كمربي سلوكي بحط له ساعة بيولوجية في جسمه. يعني يبقى عارف ان هو 4 مرات في اليوم بيروح الحمام. بيعمل التويلت بتاعه 4 مرات. طيب انا بظبط الساعة البيولوجية دي ازاي؟ ان انا بدربه انه في الوقت ده انت لازم بتروح التويلت؟ باخده مثلا، بس ما انا ما بوص انا الساعة تبقى ساعات متظبطة بالظبط. باخده وادخله، هو هيفهم ان هو هيعمل حمام، ممكن يمسك نفسه لغايه ما يروح يعمل حمام، لان هو كده بيتظبط بيتبرمج. التدريب ده من سن قد ايه؟ من سن 3 سنين لغايه ما العمر الكبير، يعني لو 17 لو 20. طفل 10 سنين 12 سنه طبعا اكتر شويه، ممكن الام تبدا من دلوقتي تبدا تدربه، بس الام تلتزم بالوقت عشان انا ببرمجه. عارفه بتحطي برنامج، لان هو اصلا عقليا عايز حد يساعده متبرمج. طبعا في حاجات ممكن تحصل في الوسط، اخطاء ممكن، مشكلة تعدي. ما هو بيبقى لابس بامبرز كده كده، لكن انا بعمل برضو مجهود معاه على اساس ان هو يتعلم. يعني يمسك نفسه، هو تلقائي هيمسك، ولما يروح خلاص هو حفظ. وفي نفس الوقت التلقين والتكرار. احنا دلوقتي رايحين الحمام، احنا دلوقتي هنعمل كذا، الام وهي بتعمل كده بتقول لابنها كده. بالتلقين والتكرار. لان هو برضو هو ما فيش، هو ما عندوش اي حاجه، هو بيستقبل، هو صفحه بيضه. بيستقبل. يمكن الفرق بينه وبين الاطفال العاديه انه الصفحه البيضاء بالنسبه للاطفال العاديه بيبقى فيه مكتسبات فبتتملي من الاطفال يعني الاخرى. لكن الطفل ده لو احنا ما قلناش الكلام ده، هو الصفحه البيضاء هتفضل بيضه زي ما هي. يعني انا ما اقعدش ساكت، انا ما اقعدش الام ساكته، لا انا بلقن ابني، بلقنه انا هعمل معاك كذا، هنروح نعمل كذا، هتروح ده في كل حاجه، كل حاجه، وفي الذات التويلت مثلا. عشان وهقول لك تفك ايه وتعمل ايه وتشد ايه، يعني لازم تعلمه وتلقينه بالتحديد. يعني ان هي بالنسبه بالليل عندها مثلا مشكله تبول لا ارادي بالليل،
ما تصحاش هي ما تروح واخداه او وحطاه على التواليت كده من غير ما تقول، لازم يفوق تماما عشان هو عقله نايم، هو كده ما اتدربش، لازم عقله يصحى ويعرف ان انا دلوقتي معاد ان انا التواليت عشان ما تعملش على نفسك. اكيد هيبقى في اخطاء بس في مجهود في تدريب. ده بالنسبه للحالات المتقدمه جدا. في حالات تانية مش متقدمه، ده انا بدربه وبديله بقى، بشغل معاه المحفزات والمعززات لان هو واعي شويه. تمام. فانا بقول له ان ما تعملش على نفسك، وبرده بظبط له ساعاته، بظبط الوقت اللي انا باخده فيه. لو انت فضلت يعني ما تعملش على نفسك فتره، انا هديك جايزه، هديك حاجه بتحبها، بونبونايه، ستيكر. ستيكر الاطفال بيحبوا الستيكر، حتى الكبار، حتى الكبير بيحب مثلا تشجيع، بيحب حاجه بيحبها حلوه معينه، بيحب مثلا يلعب على الايباد، بيحب اي حاجه، يعني حاجه بحيث ان هو معزز عشان يعرف ان هو بيعمل شيء محترم كويس وقام بواجبه، وبعدين اخد معزز، اخد جايزه. تمام. حتى يعني ان انا اربط كده على ايده، اخده بالحجر، هم الحاجات دي بتفرق معاهم جدا. يعني هاج دي وكده يعني شيرب فيري جود، ده الحنان. انت حضرتك تقصدي الام تتعبر لابنها ان هي بتحبه وان هي مهتمه بيه، ولو عمل حاجه كويسه في التايلت او حاجه لازم تعبر برضو بالحضن وكده، مش كل حاجه ايه ده جات كل قرب الكلام ده بيجيبه تحت. احنا بنعمل كيرف منخفض للتحسن خالص. فالحاجات دي كلها معززات بعد كده لغايه ما يبقى سلوك عنده خلاص انا ما بعملش على نفسي. هو هيبقى فاهم بعد قد ايه يعني ولا بتبقى حسب كل حاله؟ حسب كل حاله، حسب كل حاله وحسب المجهود. يعني انا لما بعمل مجهود بلاقيه حقيقي. يعني انا هو طفل واعي شويه، بعمل معاه مجهود، بديله محفزاته لما بيعمل حاجه صح، لما ما بيعملش على نفسه. على المدى البعيد او القريب حسب حالته بتجيب نتيجه. تمام. على الاقل 60%، ولو نجحت 60 50% انا نجحت، واقل من كده كمان انا نجحت. يعني ده طيب بالنسبه للحاجات يعني يمكن الخاصة. الناس بدات تبعت لنا الاسئله، وتحديدا هو سؤال لطفله يعني في سن المراهقه، بس هي طبيعيه ما فيش اي نوع من انواع المشاكل، 13 سنه وبتعاني من فتره طويله جدا من مشكله التبول الارادي. فبيسالوا نعمل معاها ايه؟ هندخل في التبول اللا إرادي لعند الناس دون ذوي الاحتياجات الخاصة. أولا في شقين، الشق الأول هي تروح دكتور مسالك بولية عشان نعرف هي عندها حالة تفلت، عندها التهابات معينة. ده يعني الموضوع دكتور. ممكن يكون عضوي، عضوي مش نفسي، ممكن يكون عضوي، لازم أعرضها على دكتور لأنها بنت كبيرة. تمام. الشق الثاني اللي هو اختصاصنا اللي هو بقى الشق النفسي. التبول اللا إرادي بالنسبة للأطفال دون ذوي الاحتياجات الخاصة بيصحبوا علاقة نفسية مضطربة مع المحيطين. بمعنى الأسرة، الأصدقاء، المجتمع. فأنا لما أكون في الأسرة مثلا خايف، مضطهد، الخوف بيسبب تبول لا إرادي. تمام. القهر بيسبب تبول لا إرادي. يعني ممكن البنت تكون حاسه ان هي مثلا اخواتها مفضلين عنها، هي حصل مشكله في المدرسه، بتتضرب او بتتظلم. بالظبط. فكل ده يعمل لها مشكله التبول الإرادي. بالظبط. القهر مثلا الدونيه، حاسس بعقده ان انا ما عنديش ثقه في نفسي، ان انا اقل من اللي حواليا، اقل من اخواتي، اقل من زمايلي، بتعمل تبول لا إرادي لاثبات الذات لا شعوريا. يعني احنا في حته في كده بقر مش ضروري، او عقاب الاهل مثلا، لا شعوري، لا شعور، لا شعوري. يعني انا مش بعمل كده، لا يعني هو لا شعوري عن قصد، لا انا بعمل كده لا شعوريا. يعني برضو نوضح اكتر. طيب احنا يعني قبل التوضيح معنا مداخله استاذه هدى. طيب ان شاء الله مداخله، يعني معلش اتقطعت ونكمل تاني. طيب ايه تاني ممكن يكون سبب من الاسباب اللي بتخلي يعني طفل بالغ ان هو يحصل له مشكله دي؟ الطفل البالغ او الطفل اللي هو صغير، يعني زي ما قلت لحضرتك الجو الاسري مهم. نوضح اكتر، مثلا احنا قلنا الخوف، القهر،
الدونية، الإحساس بالظلم، الإحساس الاضطهاد. بالظلم، الانتقام، كل ده. أحب يعني التوضيح، جو البيت، جو البيت العائلي. يعني أنا مثلا في جو بيت بتضرب، ضرب، إهانة، زعيق، طول البيت على طول في جو مضطرب وفي وزعيق وسباب وكده. للبنت، للبنت أو للطفل اللي هو بيتبلور لا إراديا، تفتكر هيكون إيه؟ هيكون رد الفعل إن أنا خايف، مضطرب. الخوف والاضطراب ده بينعكس على كل أعضائه، ممكن يجيله فترة ما يسمعش كويس، ممكن يجيله فترة يتبول لا إراديا. طيب احنا المداخلة، أستاذة هدى الأنشاصي معانا، معانا مداخلة أستاذة هدى الأنشاصي، أخصائي نفسي وإكلينيكي وعضو مجلس إدارة اتحاد النوعي لهيئات المعاقين. أستاذة هدى حضرتك معانا؟ أيوة مع حضرتك يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك، نورتينا يا فندم. حضرتك عارفة احنا بنتكلم النهاردة تحديدا في مشكلة التبول اللا إرادي لذوي الاحتياجات الخاصة. يا فندم. طيب يعني، يعني حضرتك يعني اكيد في استراتيجيات، وحضرتك عارفة طبعا أستاذة دينا. اهلا طبعا اهلا طبعا اهلا، ازي حضرتك صادرة. أستاذة هدى؟ الله يخليك يا فندم. انا هقول لحضرتك، بالنسبه للتبول اللا ارادي فعلا المنهجيه بتاعته لازم، مش كمشكل ولكن هي محتاجه علاج، يعني ده نوع من انواع الاضطرابات السلوكيه اللي هو التبول اللا ارادي. بالنسبه للطفل العادي عندنا برامج كتير جدا طبعا، والاستاذه دينا خبيره في الموضوع ده. لكن بالنسبه للمكفوفين او حالات التوحد او حالات الاعاقه الذهنيه او السمعيه، استعادي التكنيك بيتعمل بما يتناسب مع ذوي الاعاقه انفسهم، بما لا يخل بالمنهجيه لتطبيق الاهداف بتاعتنا اللي هي ان احنا نطلعه من اضطراب التبول اللا ارادي. بيصاحب كل اعاقه بعض المشاكل البسيطه في تطبيق البرنامج، زي مثلا على سبيل المثال حالات المكفوفين. المكفوفين بيبقى عندهم نوع من انواع الخوف الوهمي، يعني هو خايف من الضلمه، خايف من اي حاجه مبهمه بالنسبه له، زي بالظبط كانك داخله اوضه ضلمه ومش عارفه ابعادها ايه، أيوة. فبتبداي تكشي وتخافي. فبنيجي حالات تبول لا ارادي، ممكن ان هو مش مدرك او مش متدرب على المكان من السرير للحمام لدوره المياه، فبالتالي بنلاقي عنده ان هي حاله تبول لا ارادي نتيجه الخوف ان هو يقوم من مكانه، او نتيجه ان هو ممكن يبقى نايم ودخل في عمق النوم وحصل تبول لا ارادي. نيجي ندربه عشان نظبط الساعه الفيزيقيه، بيختلف في تدريبه للعلاج عن الطفل المفرط. تمام. يعني يعني لازم تدريب. ذوي الاحتياجات بيختلف حسب المشكله اللي عنده. طيب حضرتك استاذه هدى، هل بيتعمل مثلا ورش عمل للاهل نفسهم؟ لانه يعني احيانا كتير جدا الاهل اللي عندهم طفل ذوي احتياجات خاصه هم من الاساس مش عارفين يتعاملوا معاه ازاي. تمام، لان احنا لما بتقول الطفل يعني مبصر بنربيه زي ما احنا اتربينا واجدادنا ربونا، لكن طفل كثيف حتى لو هي دكتوره في الجامعه ممكن تكون اول مره في حياتها تتعامل مش عارفه تتعامل. ايوه. طب يعني محتاجه طبعا دعم ومساعده، تعرف اساليب التعامل وايه البرامج اللي ممكن تطبقها معاه نتيجه ظروفه. هي استاذه هدى يعني، يعني هو التدريب بالنسبه للام حتى لو هي يعني ابنها كفيف، ابنها متوحد وكده، التدريب ده مهم جدا. الاستاذه دينا بتقول لحضرتك التدريب بالنسبه للام ده من 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 الاساسيات. حضرتك سامعانا؟ هي استاذه دينا بتقول لحضرتك التدريب، التدريب بالنسبه للام من الاساسيات. يعني هو طبعا احنا حضرتك كان المفروض تكوني ضيفه معانا النهارده منورانا ومشرفانا، لكن للظروف ان شاء الله تكوني معانا مره تانية يا استاذه هدى عشان يعني نستفيد بخبره حضرتك باذن الله. الو، احنا سامعين حضرتك، حضرتك سامعانا؟ الو. طيب هو واضح ان في مشكله في الصوت.
هي يعني هي يعني قالت بشكرك على المداخله استاذه هدى الانشاصي، اخصائي نفسي كلينيكي وعضو جمعيه اداره الاتحاد النوعي لهيئات المعاقين، وان شاء الله باذن الله مره ثانيه تكوني معانا منورانا. طيب نستكمل. هي فعلا يعني اضافت ويعني اكدت اللي انا بقوله، المعنى ان هو التدريب هو فعلا المكفوف وكده، ده خايف بس يعني الام حتى لو عندها دكتوراه مش عارفه تتعامل، بس التدريب انا بظبط الساعه البيولوجيه عنده للفيزيقيه، وعشان يعني يتدرب على الفعل العمل ده اللي هو خايف منه او مش مدركه او حاجه، فحالته بتتحسن. طيب خلينا نقول ان نرجع تاني كتير من الاهل عشان نبقى منطقيين بس، ودي يمكن نقطة مش يعني أنا وحضرتك مفيش فيها خلاف بينا، لكن دايما بقول لحضرتك الأهل بيكونوا مضغوطين جدا، عندهم مشاكل، بيسعوا طول اليوم سواء الأم أو الأب علشان ولادهم يعيشوا في أحسن مستوى. يعني نتكلم بصراحة، احنا عندنا مشاكل اقتصادية كتير، فممكن الأب يكون بيشتغل شغلانة واثنين وثلاثة وخمسة علشان يوفر حياة كويسة لأولاده في الاكل وفي العلاج وفي التعليم، مفهومه. الام طول الوقت شايله هم انه هجيب الفلوس الدرس منين، هجيب فلوس الجلسه منين، فالمنطقي جدا استاذه دينا بيبقوا مضغوطين. يعني لما الولد بيجي يعمل مشكله زي دي او اي حاجه، على طول الام تبدا تزعق والاب يبدا يعاقب، سواء بقى الطفل طبيعي او عنده مشكله. يعني مفهوم طبعا، وبس انا برضو رغم احترامي طبعا للكلام ده واحترامي للاوضاع، انا مش مع الراي ده خالص. يعني انا مش مع الراي ده خالص. طيب احنا 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 الناس عندنا في الكنترول، مخرجنا اللي بحترمه وبقدره وببقى سعيده انا بشتغل معاه استاذ شكري، بيقول لي شيلي كلمه كويسه، يعني بيقول لي بالظبط. انا وده يعني واقع على فكره، احنا يعني احنا مش احنا مش بنخلي الصوره، عفوا لا احنا مش بنخلي الصوره قاتمه، لكن احنا واقعيين. لا ما يعني الحياه محتاجه ان انا اشتغل حاجه واثنين وثلاثه واربعه علشان ابني واحد اقدر اعيشه في مستوى معقول. طب هقول لحضرتك الكلام ده كله مفهوم ومحترم، بس انا مش معاه خالص وضد كل النظريات. ليه؟ ليه؟ انا بوضح لحضرتك ان احنا يعني داخلين في التبول اللا ارادي، ها، والمشاكل اللي هو مش ذوي الاعاقه كمان، الطفل اللي ما عندوش مشاكل، ان انا اقعد تحت ضغط خوف وضرب وعقوبه، انا هتبول لا اراديا، هيجي لي عمى، هيجي لي سمع عمى وهمي. يعني انا بحس يعني ساعات ممكن الام ممكن يحس تضرب إن هو ولادها مش عمى حقيقي، يعني انا بقولها عمى وهمي. يعني لدرجه ان هو يقول لا انا مش شايف، لكن هو سليم بس نفسيا مش هيبقى عمى وهمي. سمع دف برضو، يعني فولس دف، يعني اللي هو بيقول هو اجهزته سليمه بس انا مش سامع من كتر القسوه والضرب وكده. انا بقى عايزه اعقب على حكايه ان ظروفنا وحشه وكلام من ده. طيب انا ظروفي وحشه جدا وبشتغل 50,000 شغل عشان ادخل ولادي مدارس والقصص دي. البيت ده مفروض يكون واحد راحه، يعني ادخل البيت انسى ان انا بتعب كل ده، ولان انا بتعب عشان ولادي. طب ما الولاد بيزعقوا ويصرخوا، انا ما عليهم عاملين تبول لا ارادي ومامتهم بتزعق وتصرخ. هي تبول لا ارادي مش هيجي من نفسه، هو نتيجه زعيق وقسوه الاب والام والاخوات. طيب يعني انا دلوقتي اخلي بيتي دي واحد امان، انا ما اقدرش احارب بره واجي البيت احارب واصرخ. الام والاب نفسهم هيكون عندهم اضطراب نفسي، لان انا البيت لازم يكون واحد امان. حلو قوي، يبقى احنا وهدوء. احنا وصلنا لنقطه مهمه، الام والاب بيحصل لهم نوع من انواع الاضطراب النفسي نظرا للضغوط اللي عليهم، بس مطالبين يتعاملوا بطريقه هاديه وجميله مع الاولاد. يبقى احنا محتاجين منطقية. نفضي الكوبايه. ايه بالظبط؟ ايه طيب. محتاجين ان احنا ككبار يعني حضرتك بتعملي ورش عمل. ايوه للاهل استاذه دينا، يعني مشكوره قبل الحلقه مباشره، قالت لي احنا محتاجين نساعد الناس. طب نعمل ايه؟ قالت لي هنعمل ورش عمل ان شاء الله، هيكون في ورشه عمل قريب جدا هنعلن عنها، هتكون في جامعه القاهره، وورشه عمل في مكان اخر بس يعني حسب ما هنظبط الامور نعلن عنه قريب ان شاء الله. الاهل نفسهم يعني انا دلوقتي مضغوطه، فحضرتك علميني انا افضي ضغطي ده ازاي بحيث ان انا ابقى هاديه وابدا اتعامل مش بس مع اولادي ومع يعني حتى مع نفسي، ابقى هاديه، ابقى ريلاكس. أيوة. مش طول الوقت قاعده عماله افكر ده هعمل ايه وهسوي ايه وماشيه الدنيا زحمه فهتخانق مع اللي حواليا. يعني محتاجين نهدى. محتاجين اولا احنا لازم يكون عندنا طبعا يعني
ايمانيات يعني كده، ورقي في الايمان، رقي ايماني يعني، ايمانيات العقيده تكون قويه، ان كل حاجه هتكون على ربنا. دي اول حاجه. تاني حاجه انا عايزه اتعلم الحوار. الحوار انا لما اكون مضغوط وعايز افضي اللي عندي، وهي مضغوطه وعايزه تفضي اللي عندها، نتعلم مع لغه الحوار مع بعض. ندخل بيت نعرف ازاي نتكلم مع بعض كويس، او عندي بالليل لما الولاد بيناموا بنقعد، مش بنقعد نتخانق والفلوس بنقعد نتكلم مع بعض لغه حوار. انت النهارده تقولي لي ايه اللي مضايقك، انا النهارده اقول لك ايه اللي مضايقني، ونعمل حلول. ليا يوم في الاسبوع او يومين في الاسبوع بنخرج بره مع بعض زي الناس اللي مخطوبين او اللي متصاحبين اللي هم علاقتهم حلوه. ده حقيقي حضرتك؟ ايوه ايه بتخرجي علشان نتكلم بره ونفضي ونتكلم مع بعض، ارجع نفسيتي حلوه البيت. في اساليب، انما انا قاعد يعني الجواز عندنا هنا، او انا ماليش دعوه بصلب العلاقات، لكن العلاقات ده موده ورحمه، وده شيء جميل احنا مخلينه حاجه فظيعه. بره بقى العكس. بره انا اتجوز يعني انا انسان سعيد، انا بكلم مع مراتي، انا بخرج معاها، انا مش بهرب منها، انا مش طول النهار اشتم وبخ في وشها وهي كمان، لا. ده المفروض بقى النظره دي تنعكس في مجتمعاتنا. انا انسان عايز اتكلم مع الست دي بهدوء، بتسمعني وهي بتسمع، ومش ضروري كل الكلام يكون شكوى بحكي له وهو بيحكي لي. يعني لما الولاد يناموا بجو هادي، حتى لو اختلفنا، حتى لو احنا بنتفق على الطلاق، لازم يبقى يكون بهدوء وبالراحه، بهدوء علشان ما يبقاش كده. ده بيأثر على الولاد نفسهم، ده بقول لحضرتك بيجي بعمى، عمى لحظة يعني، مثلا فولس يعني، هو اعضائه سليمه لكن ما بيشوفش، ما بيسمعش، بيتبول لا اراديا هو كبير، لان الخوف والجو الوحش والقلق، الضغوط اللي حواليه وبعدين انا مثلا الاب اللي بيقول انا بشتغل 3 4، طب ما في جراح، الجراحين مثلا بيقف 10 و12 ساعه. لا، مع كامل احترامي هناك فرق. انا لما اكون بشتغل شغلانه، طبعا الارزاق كلها بيد الله سبحانه وتعالى، لكن يعني التعب، ما هو انا ممكن اتعب، بس انا في النهايه عندي رفاهيه ان انا يوم الاجازه بتاعي اخد يوم اجازه بجد، اروح بقى اقعد ديوز في مكان، اسافر في مكان، انما انا ممكن اكون برضو بشتغل ويوم الاجازه بتاعي انا قاعده في البيت مكتئبه علشان لسه ما كملتش، مش عارفه قسط ايه ودرس ايه وبتاع. فهي بتختلف، بتختلف. لكن الحقيقه يعني طبعا انا مع حضرتك في اللي بتقوليه، ان احنا نحاول نخلي نظرتنا ايجابيه. ظروفنا سيئه خلاص، ربنا سبحانه وتعالى قدر كده، لكن احنا بقى نخلي الامور كويسه. والسعاده يا مروه مش بكثره الفلوس طبعا، يعني انا ممكن اكون انسان بسيط واقعد احسبها وكده، ويعني لكن انسان بتصرف بايجابيه وسعيد، وبعرف ازاي مثلا اخرج واقضي وقتي، واعرف ازاي اكل يعني كويس وصحي، لان يعني انا مش هربط ان انا سعيد بفلوسي، لان في ناس، ما هو في ناس بتشتغل ليل نهار مش قادره تتمتع بفلوسها. طيب انا شايفه انه الاساس يا استاذه دينا ان احنا نفضي من الضغوط اللي احنا فيها علشان نقدر نتعامل ونقدر نعيش بالحوار الهادي. بالحوار الهادي يعني انا عايزه اتكلم بحوار هادي ومؤدب، من غير يعني كلمات تجرح، حوار هادي. وبعدين مثلا الخروج بره، مش ضروري اخرج بره في مكان فخم، لا ممكن الحدائق العامه على فكره، يعني عشان اتكلم في الهواء الطلق، لو نزلت اتمشيت على رجلي 10 دقايق ولا ربع ساعه، ووقفت عند محل عصير، شربت اي حاجه، خلاص كده انا غيرت اسمي جو، اسمي خرجت. انا جبت اللي قدامي مثلا كارت، جبت اللي قدامي ورده، اسمها هديه. انا مش ضروري اجيب هديه مثلا ب 30 40 الف جنيه عشان تبقى اسمها هديه. بالظبط. انا بحب المشاعر، المشاعر والهدوء النفسي. انا يعني طب انا عامل اسره ليه، انا عامل اسره ليه، وفي نفس الوقت عشان ما ياثرش على اولادي. طيب بس احنا الوقت خدنا والكلام خدنا، وخلاص احنا فاضل لنا 3 دقائق. برضو عايزه تاكيد على استراتيجيه المعامله بالنسبه للاطفال ذوي الاحتياجات او الاطفال اللي ما بيعانوش من مشاكل في اي حاجه يعملوها، يعني اي حاجه لا اراديه عندهم
مشكله زي اللي بنتكلم فيها النهارده، التبول لا ارادي. طبعا انا عارفه ان حضرتك ضد الزعيق والضرب والاهانه، وللاسف بعض اهالي بيقعدوا يقولوا لاولادهم انت ازاي تبقي كبيره وتعملي كده، انت ازاي تبقى، فمشكله بتزداد. احنا هنشوف دكتور علاج، وبعدين هنخلي جو الاسره هادي، ده يعني ده مهم مهم جدا. وبعدين في نفس الوقت نعمل معززات سواء لذوي الاحتياجات او لغير ذوي الاحتياجات. يعني انا مش معقول ولد عنده 10 سنين او 12 سنه هقعد اضربه عشان بيتبول لا ارادي، فهقول له مثلا نفس القصه، معززات برضو ومدعمات. ما تشربش ميه قبل ما تنام، نقطه مهمه. ما تاكلش اكل فيه ميه. تحاول يعني تصحى في وسط الليل، احاول اصحيه في وسط الليل اصحيه عشان يعمل التويلت مثلا. لما يستمر على النظام ما بيشربش ميه، بيحاول يعني يفوق نفسه، بيحاول ينضبط، اديله هديه برضو. هديه على قده او هديه على قد امكانياتي. تمام. لغايه ما ده يكون في ليه سلوك طبيعي او ده السلوك بتاعه. ذوي الاحتياجات زي ما قلت لحضرتك ان انا بظبط لهم الساعه جواهم، بدوديهم في ساعات معينه. يعني عشان يتظبط، عشان حتى يعرف يمسك نفسه، عارف ان هو بعد 3 4 ساعات الجسم اوتوماتيكلي هو بيظبط، بيعمل كنترول على نفسه. وبرده ما ندلوش ميه كتير قبل ما ينام، وكل بقى الحاجات اللي بتزود المشاكل دي، والاكل اللي فيه ميه، بطيخ مثلا كتير قبل ما ينام. الاكلات اللي هي مليانه ميه، يشرب عصاير قبل ما ينام عشان ممنوع. مثلا خليه ينام او ما يشربه عصير. طب انا السبب بالظبط الحاجات دي قبل ما ينام، او قبل حتى قبل ما ينام بساعتين ثلاثه اوقف الحاجات دي، وكمان احاول اصحيه في وسط الليل. والمعززات عندي بدل العقوبه والضرب والاهانه، انا عندي في حاجات اللي هي المعززات، اللي هي الطفل بيحب ايه، ابني بيحب ايه، وانا هو بيعمل سلوك كويس انا بدعمه كويس بالحاجات اللي بيحبها. طيب يعني الوقت عدى مع حضرتك سريعا، لكن استفدنا، وكان جاي لنا اسئله كتير بس خارج نطاق الحلقه، فانا حبيت ان احنا نركز في موضوعنا. بشكرك جدا استاذه دينا صلاح زكي خفاجي، اخصائي تعديل السلوك ومدربه بوزاره التربيه والتعليم بكندا، وخريجه جامعه المونت رويال بكندا. نورتينا مشاهدينا في كل مكان. يعني الرساله اللي حابين ان احنا نوصلها لكم النهارده، ان احنا مهما كان عندنا ضغوط، واحنا كلنا على كافه مستوياتنا الحقيقه عايشين في ضغوط طول اليوم، لكن نحاول قدر الامكان ان احنا نفصل ما بين ضغوطنا اللي احنا عايشينها واولادنا اللي هم ما لهمش اي ذنب في هذه الضغوط. وزي ما استاذه دينا اتفضلت وقالت، في حاجات بسيطه جدا ممكن نعملها تقلل من مشاكلنا احنا نفسيا، ممكن نخرج، ممكن نجيب هديه لحد، يعني بشكل او باخر نحاول نعلي الايجابيات في حياتنا. وطبعا اولا واخيرا الايمان واليقين بربنا سبحانه وتعالى، وانه الارزاق بيد الله. وان شاء الله بتمنى تكونوا استفدتوا من اللي قلناه النهارده في الحلقه. تابعوني على صفحتي الشخصيه على الفيسبوك مروه سلام باللغه الانجليزيه، وصفحه برنامجنا هنعلن عن الورش العمل اللي هتكون يعني للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه وذويهم، وكمان الاطفال الطبيعيه. اشوفكم على خير الحلقه الجايه، والسلام عليكم.